وللحديث عن تصريحات رئيس التيار الصدري الأخيرة والصراع السياسي في العراق على رئاسة الحكومة، معنا في الأستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد الله سلمان. مرحبا بك معنا. أهلا بك. أهلا وسهلا فيكم. مشاهديكم الكرام، تسلم. بعد هذه التطورات الأخيرة، التصريحات من التيار الصدري والتصريحات المضادة التي جاءت تحديدا على لسان المسؤول العام لميليشيا السرايا أبو مصطفى الحميداوي، هل نتوقع تطور الصراع إلى صراع مسلح أم أنهم يلوحون بذلك من أجل تحقيق بعض المآرب السياسية؟ قبل كل شيء يجب أن نذهب إلى التحالف الثلاثي وتشكيله وأسباب تشكيله ودور الصدر وداخل هذا التحالف. هذا التحالف الثلاثي وليس خارطة سياسية جديدة داخل عملية سياسية، إنما تغيير بمراكز القوى السياسية داخل الكتل وداخل العملية السياسية نفسها. لكن هذه القوى الثلاثية وجهت الصدر بأن يكون هو القوة المصادمة مع القوى الصدامية للآخرين، يعني أنه يملك مؤهلات هذا الصدام. أما لغة التصريحات التي أطلقها الآخرين باستخدام العنف أو القوة ونحن راجعون إليكم، هذه هي لغة أطراف العملية السياسية كلها من 2003 إلى اليوم. هذه لغة العنف ولغة التهديد التي تمارس، هذه اللغة الوحيدة التي يتقنوها، لا يتقنون لغة سياسية أو لغة حوار أو لغة نقاش، لأنه هم اعتمدوا على السلاح في وجودهم على الأرض السياسية بالعراق. هم استغلوا الاحتلال، والاحتلال جاء بهم أيضا كرعاع من الشوارع فأعطاهم السلاح وتفضلوا هذه العمل السياسية بأيديكم. هم لا يملكون أي لغة أخرى، هم لغتهم الوحيدة هي لغة العنف ولغة لغة التحدي والقتل هذه اللغة نفسها عفوا. نعم. هذه اللغة نفسها هم تحدثوا بها مع الشعب العراقي طيلة كل هذه الفترة مع تطبيق هذه اللغة ضد الشعب العراقي، فبينهم أيضا هي هذه لغتهم. لكن هل هذه اللغة يمكن أن تتحول إلى فعل ممارسة على الأرض وتحصل عملية اقتتال أو صراع مسلح شيعي شيعي مثلا؟ لا هذه حقيقة بعيدة جدا، لأنه العملية هي ليست يعني عملية طائفية بالحقيقة. احنا لو جينا اذا يعني اريد نفسر انه تكتلهم طائفي هو غير صحيح، لانه لو تكتل طائفي ما عانت الدول المحافظات الجنوبية امر الاشياء في العراق. الصحة منعدمة تماما في مناطق الجنوب، القتل في مناطق الجنوب، الفقر السماء وحدها تحت خط الفقر 52%، يعني لا توجد إحصائية في العالم بهذه. فإذا أين الطائفين في الموضوع؟ لو كانوا طائفيين على الأقل أنعشوا هذه الطائفة على تحدي. هم مجموعة عصابة جاء بهم المحتل ودعمتهم إيران، هذه هي المشكلة الأساس في العملية السياسية بالعراق. تقصد أن التلويح باستخدام السلاح قد يستمر ولكنه لن يستخدم، هذا ما تقصده؟ هو بالتأكيد. نعم. لأنه هو التلويح هو لغتهم هذه الوحيدة. نعم. والقوى الجديدة اللي بديها مراكز القوى هم متمسكين بأن يبقون هم المجموعة الأغلبية حتى يسيطروا على كتلهم. نعم. وبعدين على الحكومة الحكومة. نعم. وعلى الدولة. نعم. كلها يعني. طيب أستاذ عبد الله، تصريحات الصدر بشأن تحوله للمعارضة إلى معسكر المعارضة الآن، هل يعني ذلك أنه تخلى عن أن يكون جزءا من تشكيل الحكومة القادمة ويريد أن يمارس هذا الدور من لعبة الباب الدوار؟ لا أبدا، هذا غير صحيح. أتاحت له أكثر من فرصة أن يكون معارض، أكثر من فرصة. هو لا يستطيع مغادرة هذا المشهد السياسي، هو صمام الأمان لهذه العملية السياسية، هو الذي صد تشرين لإسقاط العملية السياسية، فكيف يخرج منها؟ ولا يخرج منها، وهذه كلها أوراق ضاغطة. هذه هو يعتمد على هذا التحالف الثلاثي الجديد وهو باقي، وهذا كله مناورة ضاغطة على القوى المخاصمة لهم. يعني ليس هناك من أمر يستدعيه للخروج من المشهد السياسي إلى المعارضة. لا توجد معارضة أصلا ولا توجد عملية سياسية بالمعنى الديمقراطي الموجود. نعم. هل معنى ذلك أنه يقوم بلعب دور أو هناك عملية توزيع أدوار في المشهد السياسي الآن؟ هل نفهم ذلك؟ بالتأكيد هو يعني
هو نفسه أقر بأكثر من مرة أنه لا تتم تشكيل حكومة إلا وبصمة الصدر عليها. نعم. وهذا تصريحاته الدائمة يعني. فبالتأكيد هو يلعب هذا الدور باستمرار، لأنه من واجباته هو الحفاظ على العملية السياسية، وقتل نفسه في سبيل الحفاظ على نفسه. قتل نعم. يعني استخدم كل قوته لإفشال ثورة تشرين في سبيل بقاء العملية السياسية. فكيف يذهب إلى معارضة توافقية؟ أصلا التحالف الثلاثي الذي شكله هو توافقي، توافقوا من يكون رئيس الجمهورية؟ كردي. نعم. توافق نعم. هذا نعم. الحلبوسي يجب أن يكون من التكتل السني. نعم. هذا توافق. ورئاسة الوزراء يجب أن تكون من تحت يد الصدر، وإذن هذا توافق. فأين الأغلبية الوطنية؟ لا توجد عملية وطنية بكل الأطراف العملية السياسية. نعم. هل تعتقد أن هذه الأطراف جميعا تستحضر حالة العراق الاقتصادية والمعيشية وحتى المناخية عندما تفكر في هذا التقاسم والمحاصصة في الحكومة؟ هل يستحضرون أن العراق بحاجة إلى يعني قبل كل شيء إلى تشكيل حكومة بأقصى سرعة؟ هل هم يفكرون خارج إطار جغرافية المنطقة الخضراء؟ مستحيل. تجارب من 2003 إلى اليوم. لكن العراق أوسع وأكبر من هذه المنطقة. بالتأكيد الخضراء. يعني هذه الكيلومترات الموجودة بالمنطقة الخضراء هو هذا حدود تفكيرهم. خارجها هم لا يعرفون ماذا يجري، أو يعرفون ويسكتون. المشكلة هم يعني هم أداة جاءوا لتصفية الشعب العراقي، هم أداة التجويع، هم أدوات ويتقصدون في تجويع الشعب العراقي وأهدافهم هذه. فكيف اليوم يجي يأتون ويفكرون بالشعب العراقي وقدرته على التغيير أو قدرته على أن ينهض من جديد؟ هذه أوهام يسوقوها للشعب العراقي. يعني ما جوهر الخلاف إذن أستاذ عبد الله؟ الخلاف هو المغانم، واستغلوا فرصة الأرقام في انتخاباتهم. يعني احنا ليس لها علاقة بالانتخابات والعملية الديمقراطية من صلة، وإنما تنافس فيما بينهم. نعم. الأرقام اللي عندهم ويريدون يستغلوها. جماعة الصدر يقول لك جماعة المالكي كانوا يتخذون من المناصب عملية مغانم، فنريد نحن نستولي عليها بهذا. نعم. الأمر بنفس الطريقة، والجميع أيضا يفكرون بنفس الطريقة. يعني جماعة الحلبوسي لهم نسب معينة من الوزارات، وبعدين يتكرمون على من يتعاون معهم ببعض المناصب ويذلون الآخرين، وهم عايشين أذلاء للمحتل الأمريكي والإيراني. نعم. طيب، على ذكر نور المالكي الذي كان يقود الآن الإطار التنسيقي، كان من أكثر الداعين إلى تشكيل حكومة أغلبية عندما كان هو على رأس هذه الحكومة، الآن يدعو إلى تشكيل حكومة توافقية، كيف يمكن تفسير ذلك؟ كل أطراف العملية السياسية هم لا يحترمون كل المواثيق، وكل مواقفهم انتقائية وفق ما يحقق مصالحهم. فإذا ما اختلفت هذه القضية مع مصالحهم يقفون ضدها. فالتصريحات وغيرها فهذه كلها لا يحترمونها اليوم. لا يحترمون رأي الشعب العراقي ولا يحترمون الشعب العراقي. لذلك هم كل آرائهم يعني انتقائية. هو ينتقي وقت ما مصلحته هو لو فاز بنفس مقاعد الصدر كان أصر على أن يشكل حكومة أغلبية، ويبقى الصدر يتخذ نفس المواقف اللي يتخذها المالك الآن. نعم. يعني نعم. العملية انتقائية لا يوجد فيها برنامج وطني، ولا هناك ثقافة سياسية عندهم. مجموعة عصابة جت استولت على البلد. بالمناسبة الصدر يتهم شركاء العملية السياسية بالفساد وبغيرها من الصفات، وكأنه ربما لا تنطبق على هذه الصفات. والله يعني هو الفساد يشمل جميع أطراف العملية السياسية. لو أراد أن يتحدث إنسان عن الإصلاح يبدأ بنفسه. هذا كل العلوم التربوية والاجتماعية تقول من يريد أن يصلح يبدأ بذاته. نعم. هذه قاعدة. لماذا لا يلتزم بها؟ كل عناصر سرقت المليارات، المولات في العراق أغلبها ملكهم، الأموال التي هربت إلى العراق في إيران ولبنان والدول العربية وماليزيا، والعقارات اللي موجودة هناك كلها لهم. لماذا لا يحاسب جماعته؟ لماذا لا؟ هذه كلها عملية يعني عملية مناكفة ومحاججة يعني
لا يستسيغها الشعب العراقي ويعرفها تماما، يعرف من سرق ويعرف من قتل، يعني الشعب العراقي يعرف هذا المول لمن. نعم. هذا المول كله لجماعة الصدر، هذه المصنع لجماعة الصدر في لبنان، وهذه الأموال وهذه الطيارات الخاصة. أنت ابدأ بنفسك، صلح أنت نفسك. نعم. ذاك الوقت. نعم. ممكن أن تكون لك. نعم. حجة على الآخرين. هذا الخطاب أو هذه التصريحات كانت متوزعة على عدة موضوعات في الحقيقة. يعني هو الذي قال اتهم شركاء العملية السياسية بالفساد على سبيل المثال، وذكر ما ناقشناه قبل قليل، هو نفسه الذي شن هجوما في هذا التوقيت تحديدا على القضاء، ونحن نعرف أن القضاء العراقي متهم بهذا الفساد منذ عام 2005 وهو شريك فيه. لكن ما هو التفسير لذلك؟ لماذا يلجأ إلى الهجوم على القضاء في هذا التوقيت؟ ما هو عارف نفسه، ومن خلال برلمانهم هم، يعني كيف تشكل القضاء. القضاء شكل بالمحاصصة. القضاء شكل حسب الكتل الموجودة، وكانت كتلة نوري المالكي هي الأكبر، فتأثير نوري المالكي هو الأكثر في القضاء. نعم. هذه واضح يعني. العامري صرح قال نحن نضغط على بالتلفزيون، هذا طلع يعني ليس تصريح وسائل التواصل او غيره او مكتوبه، قال نحن نضغط على القضاء ونحقق ما نريد. واخر مهرجان عملوه عوده بعض الذي اتهمهم جماعه القانون بانهم ارهابيون، اعادوهم بالاتفاق مع القضاء، أعادوهم الآن يريدوا يعملوا عليهم عملية قوة الضغط على العناصر في التكثف. وهذا يعني فهذا القضاء مسيس. القضاء. نعم. القضاء يعني حتى لا مسيس، القضاء داخل عصابة تتحكم بها أطراف العملية السياسية. نعم. يعني. نعم. فهو يتهم القضاء، يعني هو عارف تماما كيف القضاء. هل يستطيع القضاء في وقت ما يعطي مذكرة اعتقال لأحد قادة الصدريين؟ مستحيل. ولا يستطيع إصدار على الأكراد ولا على جماعة الحلبوسي ولا على جماعة. نعم. المالكي. فهذا. نعم. هو القضاء. ما الذي يريده الصدر إذن من وراء هذه التصريحات؟ هل يريد أن يقنع الشارع العراقي بأنه صاحب مشروع وطني وبأنه يقف إلى جانب الشعب العراقي إلى آخره مما من هذا الكلام؟ حقيقة اليوم الشعب العراقي يدرك العملية السياسية كاملة ويعرف تفاصيلها ويعرف ويدرك تماما أنه لا عمل من هذه العملية ولا مصلحة للشعب العراقي ببقاء. هذا يعني لا يأتي شخص مهما يكن من طرف العملية السياسية يدعي شيء لإقناع الشعب العراقي. الشعب العراقي يرفضهم رفضا تاما، بدليل يعني نحن نعطي أعلى توقع للانتخابات 19% ويذهب البعض إلى 15%. نعم. وهذه النسبة هي فقط عناصرهم وتنظيماتهم. نعم. وليس الشعب. نعم. فإذن الشعب رافضهم رفضا قاطعا. أما يجي واحد يجي بعدين يريد يقنع الشعب العراقي يقول له أنا صرت وطني بيليتن قعدت الصبح غسلت وجهي وصرت وطني، ما يعني هذه المسألة لا يمكن للشعب العراقي أن يستسيغها ويقنعها. النتيجة التالية لما تفضلت به الآن هو موجة ثورية جديدة تتوقع، لأنه كان شريك في استهداف المتظاهرين الذين خرجوا في 2019. من أفشل التشرين؟ أليس أصحاب القبعات الزرقاء الذي احتلوا الموقع الاستراتيجي لتشرين اللي هو يسمى المطعم التركي؟ المطعم التركي. نعم. وإضافة إلى الاستخبارات العسكرية وإيصال التقارير يوميا إلى الجهات الأمنية، أليس هم أصحاب القبعات؟ هل الشعب التركي أقرب ما يكون الآن إلى موجة ثورية جديدة باعتقادك أستاذ عبد الله؟ بالتأكيد الشعب العراقي اليوم هو أقرب بقريب. نعم. إلى يعني أقرب بقريب إلى الثورة، لأنه هذه العملية السياسية لا أمل منها لمصلحته، والشعب العراقي يدرك ذلك تماما أنه لا وجود أمل في هذه العملية السياسية. نعم. ويجب إسقاطها، والعراقيين يعملون ليل نهار في سبيل رص الصفوف وإيجاد الفرص الملائمة، وطبعا الشارع السياسي هو الذي يقرر كيف يواجه وكيف يحدد وسائل. الكاتب والباحث السياسي السيد عبد الله سلمان، شكرا جزيلا لك على حضورك. شكرا أخي الكريم. شكرا لك.